خلاص ولا لسه يا بطل؟ ايه بطل دي؟ ابوك امبارح برضه قال لي يا بطل. بطل وستين بطل كمان. اصل احنا شفناك وانت بتتخانق ومجري قدامك العيال السيس كده. تشرب ايه بقى؟ صنابية ومصيني عليك. مهلك النوبة اللي فاتت ما رضيتش تشربي حاجة. تتعود. ماشي. اشرب ليمون. ماشي. ولا يا رامي. ايوه يا ابله شادية. تعالى. روح هات ليمون للمعلم حديدة وهات لنا القهوة السادة بتاعتي. خوري يلا. نعم. هات لنا كمان قهوة سادة. ليموني وبتاعي. ماشي يا بطل. الله. انت مش قلت ليمون. يعني اشرب انا ليمون وتشرب انت يعني قهوه ساده؟ ده انا حتى بقى ايه معاش ولا كان اللي يقللك؟ قال انت ما بتجيش اليمات دي ليه؟ والله مفيش حاجه بتجيبني مع اني بحب ريحه الورق. ريحه الورق بتريح لي الصدر. ملانيلا دي تجيب المرض احسن من ريحه المرض اللي هتضيع لي نظري. احمد ربنا. حمده وشكراه. بس هو ابن ادم كده دايما ما بيعجبوش حاله. انا اهو يا بطل. تشكر يا برنس. على حساب الحكايه دي بقى كله هيبقى كام؟ لا الحكايه دي كلها واجب مني للحاج. لا ازاي؟ ده الحاج عمره ما هيرضى. هو كبيره يقبل الاكراميه في المصنعيه. انا بس هتفاهم مع الحاج لما اشوفه في الفلوس بعد اذنك. طب ما تقعد شويه. طب معلش وقت ثاني بقى. طب بقول لك ايه؟ لما يوحشك الورق يبقى تعالى شقر على المكنه. عسل هيجي. ابو علم يا شادية. مش اخرنا ان شاء الله. تعملي ايه؟ مش عارفه مسلكنين المكنه كده ليه يا اخويا. تقولش هتهرب عادي. ايوه يا حاج امورنا. بقول لك يا حديد يا ابويا. قول لي يا حاج. احنا هنشتغل في ايه بالظبط بالصلاه على النبي؟ احنا بعون الله يا حاج هنصور كل المجاميع. الله ينور. 100 100 هو ده. لا 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 كده الناس تزعل. والمجموعة اتنين انما المجاميع كلها مش اصول برضه. خلاص يا حاج قعدني في القعده بتاعت توزيع المجاميع وانا هحلها. ما خلاص خلصت من اول السنه وعليك خير. استني بس يا شادي. بص يا حاج الناس هنا كلهم زي الفل ومحدش يرضى بالظلم. وانت راجل صاحب مكتبه يعني من حقك تشيل شغل. بقول لك ايه يابا؟ اخرج انت منها وسيب حديده يتصرف. ما تدوشناش. انا هتكلم معاهم واحد واحد وباذن الله يوافق. بالحب يا حديده. واحنا حالتنا غير الحب يا حاج نتعامل بيه مع ولاد حتتنا. عيب عليك يا حاج. كله بالحب. بالحب. لا احنا ناخد صوره مع بعض بقى. يلا تعالى يا شادي ادخل يا شوشو. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ لا يكونوا مسيئين. يا شيخه ادخلي ادخلي تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا وسهلا بالغالية بالتبغال. الله يسترك. أخبارك إيه؟ تعالي يا أختي في حضني تعالي. الله يرحم أمي كانت ست جمل. ما تتخيلش عنك يا خالتي. الله يخليك يا حبيبي. ما شاء الله حق يا شادية عاد عرف يختار. تسلمي لي يا مروة الله يبارك. ازيك يا أبلة شادية؟ ازيك يا نوسة؟ عاملة إيه؟ ازيك يا أبلة شريان؟ ازيك يا آية؟ الله اكبر الله اكبر. كبرت بنتي في سنه كام؟ بقيت فولة سنه. الله اكبر. عقبال يا رب ما اشوفك دكتوره. لا انا عايزه يبقى عندك زخانه. صدقني بقيتي عسل قوي يا ابله شاديه. النبي يا اختي انت لسانك بينقط شهر. ابوكي ما جاش ليه؟ ده الاكل كتير. معلش بقى في المكتبه بيراعي الشغل. ربنا يعينه يا بنتي. احنا متنا من الجوع. ما بالكم الضيفه بقى. الله وهي برضو ضيفه. اتفضلي يا اختي. يلا اتفضلي. يلا بينا. يلا يا اختي هناك اهي. ماشي يا حاج. ثواني بس. ها ثواني بس. طب ما تاخروش عشان الاكل. ماشي يا حاج. يلا تعالى. الله الاكل يا اخويا هيبرد. كل 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 يا بنت كل يا واد. ايه ده؟ الله الصور الحلوه دي. ايه ده سبارتا؟ ده انا بحب الفيلم ده قوي. ادي بقى يا اوضتي يا ستي. شكلك بتحب المصارعة الحرة. ايه يعني؟
انا مش مصدقه اني دخلت اوضتك. ليه يا شاديه؟ هي اوضه الملك فاروق. فاروق مين؟ فاشر. دي اوضه عادل حديد. بالك يا عادل، اول ما دخلت الاوضه حسيت كده ان ريحها حلو وخفيف هين عليا امدد وانعس. طب خلاص لو تحب يعني انا ممكن اخرج بره وانت تمددي براحتك يعني. حسبني لوحدي يا عادل؟ لا انت عارفه الموله للسرير دي كلها مش سوقي انا، يعني عاملها عموله. طبعا ما عشان اللي بينام عليها اسد. يعني رغم انها عموله بس بصحى من النوم برضو جسمي مكسر. عشان بتنام نوم العايز. يا دي الفضايح، مش تستنوا الضيفه؟ الضيفه بقى لها ساعه مع خوجي في اوضته، باين عليهم مش فاضيين ياكلوا. ماشي بطلي اكل، انا هروح عند اهلها. روحي يا اختي شوفيها روحي، انا عن نفسي هاكل. ازيك يا شادي؟ اهلا. ازيك يا اماني؟ ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تسلمي يا اماني، اخبارك ايه؟ ما شفتكيش وانا داخل. شايفه اختك تعبانه قوي، نايمه من النوم كده جسمي مكسر. نفس المولى لبردك؟ لا اصل المولى البيت كلها انا عاملها عموله. حبيبتي يلا احسن الاكل هيبرد، يلا اتفضلي. يلا شادي كده اهو برضه يا عادل، مش قلت لك ابقى جيب لي غيرتك الوسخه اغسلها؟ اتفضلي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. اهلا اتفضلي. تعالى يا شادي خليكي مدلوخه من الجوع يا حبيبتي، اتفضلي. يا حبيبتي بتفضل وين؟ تعال. لا يا حاج. خد يا شادي، انا شايل لكم طبقين كبار منبك اهو واربع حتت لحمه. تسلم يا حاج. تسلم يا حاج، الله يخليك. خد يا بنت خدي. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايدك. خد يا بنت خدي. يلا. ده هي كمان حلوه اهي. والله انا اكلت بس لك العزومه الحلوه والقعده الجميله دي، لكن انا اجيب بطني منين؟ والله ما قادر. لا لا لا، احنا مش عايزين كسوف، كلي يا اختي وما تاخذناش، احنا ساعه البطون تطول عقول. اه. الف هنا وشفا على قلبك. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا حاج سعد؟ كده برضه تاكله من غير يا حاج سعد؟ ينفع كده؟ ينفع؟ يخرب بيتك، انت جبت بال 100 جنيه كلها بالفرن؟ والنبي يا شيخ خلاص، حاسس انك بقيتي منينا. حاسس ان هي بقت ما هي بقت منينا يا بنت الفقريه. الله، وعن قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. على الله. انت خلاص يا شادي بقيتي يا اختي واحده من العيله. اه تسلمي يا خالتي، بس هي لو كوبايه شاي يعني ابقى فل الفل. ايه ده، انت طلعتي كيفه شاي زيي؟ امال ايه؟ خلاص هقوم بقى اعمل لك كوبايه شاي. انما ايه؟ وسعي بقى. تسلمي يا خالتي. فين الطرشه مروه؟ ونفط الحاج يا مروه. الناس بتاكل. يلا نخلي الوجه ده يا بنت. انت بتعملي ايه؟ خلي الحاج مروه. كان بس يا شادي صلي. يا شادي بس انا غريبه عليك. انا من ارجع لها يا فندم. ارجع لها يا عادل. يا عادل ما تخليش يا يلا يا فهم والنعمة ابدا. ما تسيبوها اخوانا، هي غريبة. حلو الفس. لا يا شيخ، ايه ده لابوك، ربنا يبارك له. ما هو كمان بيدعي لك، ما تقولش الخير عليه. لو سمحت كنت عاوز ملزمة محاسبة تكاليف الفرقة الثالثة مجموعة بيه، الاقيها موجودة؟ لا دي هتنزل بكره، لو عايز تحجزها النهارده سيب 10 جنيه. لا هاجي بكره احسن، متشكر جدا. العفو. وادي كمان زبون صايص. بقول لك ايه؟ ما تقطعش شعر. اتحجبي يعني البنات كلها بتتحج. نهله. نعم. فين الشاي؟ اللي روحي وانا جايه وراك والله. لا تروحي بقى تقفي على دماغه لحد ما يخلص الشاي وما تجيش من غيره. طيب حاضر. بتغير عليا ولا ايه؟ بغيري وبتاع ايه؟ بس عشان ربنا يكرمني. لا هو ربنا ما بيكرمش الا شعرهم متغطي ولا ايه مالك؟ انت يا بنت جاهزه بقى يا رب كده. ما انت مش قلبت الموضوع حديد. الله. بغير عليك. عندك مانع؟ لا ما عنديش. ما هو ده اللي انا بفرض كده عشان اسمعه من الاول. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا معلم. ازيك يا عادل؟ تعالى يا معلم اتفضل. ازيك يا ابو؟ انت اللي معلم عادل. اخبار الشغل ايه؟ تمام يا ابو. شفت لك عربيه حلوه قوي وقسطها مريح. دي للشغل يا حاج؟ شغل يا عادل ليك. يا الشباب اللي بيركبوا عربيات دول احسن منك في ايه؟ ها؟ تعالى بكره معايا هتشوفها في المعرض. لا يا حاج
لا ده كتير عليا والله. مش كتير عليك يا عادل، انت من يوم ما دخلت المكتبة دي والرزق وسع، يبقى لازم ينوبك من الحب جانب، وإلا ربنا يغضب علينا. لا كله اللي غضب ربنا. ألا بالمناسبة فطرت يا عادل؟ وانت يا يابا فطرت ولا لأ؟ انت لسه هتسألينا الراجل يقول علينا ايه؟ بخلة، قومي هاتي اللقمة ناكلها، ما ناكلهاش احنا حورين. عمرك يابا. صلى على النبي يا عادل. عليه الصلاة والسلام يا حاج. اللي قول لي مفيش ماتش مذاع النهارده؟ لا معرفش يا حاج والله، انا ماليش في الكورة. ولا انا، بس زي ما تقول كده او حرق دم وخلاص.